لو تعلم الكوت من زارها فرحت واستبشرت ثم زينت موضع القدم وأعلنت بلسان الحال قائلة أهلا وسهلا بأهل الجود والكرم. طبعا شهر رمضان هو خير الشهور، أيامه أفضل الأيام وساعاته أفضل الساعات وليالي أفضل ليالي. دعني أتكلم عن بعض التجارب وبعض الثقافات الجديدة التي تدخلت على مجتمعنا الكويتي. يعني من العادات الطيبة اللي كانت موجودة قبل مبدأ الاعتكاف، كانت الوالدة الله يرحمها تقعدنا كلنا من هو يعني مكلف بأداء الصيام وغير المكلف. أهل الديرة في رمضان في الأوقات التالية.